شو تفرجتي منيح حبيبتي؟ ايه والله وعجبني كتير شيك وكمان سادة. سادة؟ اه لارا انت رائعة، انا كنت عم دور على اسم للقطعة. سادة، ايه مزبوط هذا هو الاسم سادة. ايه عم قلك ماما انت لازم تتركي هالشغلة الي. بس عجبك مو هيك؟ قدرت وصل لذوق بنت صغيرة مثلك، ما بتشاكل حدا ولا حتى بتتلهى، بس كتير حقانية. عم بسمع كلام خبيرة، بس ما عم بقدر لاقي حل. ما بدي هالمجموعة تنعرض بعرض أزياء عادي مثلها مثل غيرها، يعني هالإضاءة وهالسبوتات، هالشي عم يضرب الاسم سادة. لازم أعرضها بطريقة فيها وضوح وحياة، بس بطريقة تانية مختلفة. وضوح وفيها حياة وطبيعي كمان. إعلان حي. ماما بعرف منيح شو بدنا نعمل. حلوين كتير، بس ليش عم تفرجيني اياهم؟ لأنه أنت اللي رح تلبسيهم. أنا؟ هي مجموعة جديدة، سادة، أنا اللي لقيت الاسم، أنت رح تلبسيهم وتروحي على الكلية، ورفقاتك يلي رح بيشوفوكي وبتعجبهم رح يسألوكي هدول من وين؟ وهيك أنت بتكوني عملتي لنا الدعاية. أنا ما بظن إنه أمك بحاجة لإعلان أبداً. كل واحد بحاجة للإعلان. ماما قالت إنه عرض أزياء واحد بكفي، بس هي المجموعة مختلفة. أي منيح، بس إذا انكبشي عليهم أو إذا انفتق أو هيك شي. يا علينا فريحة، أي حاجة بقى، يمكن ما لنا مفكرين بشي شركة تأمين. تلبسيهم وخلصنا. خدي لنشوف. شكرا كتير. لكان قلتي لي إعلانات حية. أنا بعرف ليش عملتي هيك، مشان تساعديها لفريحة، صح؟ لنقول لأني عصبت من جانسون. أنا ما فهمت أنت شو بدك تعملي بهدول. هلا أنا بدي ألبسهم وروح على الكلية، ويلي بتشوفني وبيعجبها شي رح أعطيها عنوان تولين. إيه شو هات يا الله. إيه بس شوفي مزلط ومفرع كتير مو هيك؟ لا لا أنا رح أضبطب هون. فريحة؟ هذا الشاب، خلصتي من هالشاب مو؟ خلص بلا ما تبكي، خلص خلص ما راح اسألك عن شي، خلصنا يعني. يا بنتي انا امك والله كتير عم ازعل عليكي، شو هالحكي هاد؟ يا رب تخلصنا من هالمشاكل. يلا انتي كفي شغلك بقى. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.